السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير. هذا الفيديو تاعنا الثاني لمدينه عنابة اليوم. بدينا الفيديو احنا هنا في البوني، كل مره وين جبنا نكتب وليكيب يتحوس معايا. ما تنساوش برك ديروا السبته، ديروا جنبها، تخلصوا البلايص تاعكم، تخلصوا الكورسه والعمل عربي. حبيت برك نوضح واحد العفسه برك، قبل نقرا بصح في الكومنتير كاين الناس مش مفهمين البرنسيب تاع لاشين بيان، هادشي نوضحو شويه. كاين الناس جد يدخلوا معانا لاشين، هادي حليناها باش كم صان نصوروا المدينة تاع النبا، نعرفوا بالمدينة. هادي أولتها، ثانيتها كما يقولوا هذا أتمنى ليها حريوات. ثانيتها نصوروا كما نقولوا كما كاين مشكل في الطريق ولا حاجة، نسينياليوه يقدر يوصل المسؤولين ولا لا، يجربوا الحكاية ومن بعد يشوفوا الحالة تاع السكان كيفاه دايرة. الناس من وين هكذا تعاني في الطريق وفي الأمور. ثالثتها الناس اللي مرضى في الدار من نجموش يخرجوا، ناس كبار مساكن تلقاها معنا هنا، يقدر يدير جولة ولا جولات في النهار، ديما ديما ينحي شوية على خاطره. ربيعتها كيما نقولوا الناس اللي عايشين في الغربة ينجموا كيما نقولوا يشوفوا بلادهم مع الحدود مقفولة وكذا، نحي عليهم شوية الوحش. فهمتي، حنا ماناش قاعدين نجريو ورا الناس، نصوروا في الناس زعما باش نشهروا بهم، ولا قصدين واحد يعني هكا الفيلم مركب عليه باللي فهمت دي فوا يعدي عبد 3 سكوند ماكسيموم. على غالب ماناش قصدين، وهو فهمت على غالب. وعندنا لوبسيون تاع هذيك تكريبتي الوجوه نديروها، يعني قاعد ندير فيها في لاشين، مي تحكم شويه وقت باش تطبليكا في الفيديو. فهمت، جيسبر تفهموا واش قاعد نحكي. تحكم شويه وقت دي فوا 24 ساعة، صافي بون قدها كاين وجه باين والوجوه الواضحه، فهمت، نجم تعرفهم. والوجوه اللي مدارين بافيت ما يخرجوش، ما يديكتيهمش خلاص، مش كان بوسيبل تعرفهم. هي اون جينيرال الناس اللي خرجوا في الفيديوهات وعرفوا روحهم كل الحق، يعني فرحوا وعجبهم الحال، فهمت، باش كماناش قاعدين نديروا في حاجه مش ملاحه. الحمد لله يا ربي العبد صافي مع مولاه. فوالا هذه هي بركة ليكيب، حبيت نوضح بركة للناس اللي ما اللي جدد معانا ولا الناس اللي ماهم شابوني معانا، وسي باش كم صاي يفهموا البرانسيب تاع لاشين. فهمتي، لا مشنا نيتنا نديروا الشر بعدا، يعني يا ربي بعدين الشر ولا الناس كل يا ربي يعني. هذه حاجه مدايره في العالم كامل، عن بالك باش نخش انا نخسر فيها الفكره تاعي هنا دول، جيت نخش لقيتها مدايره في العالم كامل. وين تفرك اي بلاد كاين واحد يصور، ولا كاين قدان واحد يصور، يعرفوا ببلادهم سي حاجه نورمال، ماهيش حاجه يعني. وحنا برك كتبان لنا شغل حوايج تاع البلدان يديروا فيهم الناس، بان لنا حنا حاجه عجب، ماهيش حاجه عجب، هي حاجه نورمال، حاجه عاديه خلاص. انا واحد ينعد الطريق منين تعدي ومنين تجي، و سي سبا المهم ربي يهدينا ان شاء الله. ليكي بقونا في البوني، رايحين ان شاء الله نعديو ال نروحو منروحوش لسونتر فيلا عالكور، نعديو لسيدي ابراهيم، نعديو على طريق جديد هاذيك اللي داروها.
هنا عندك فوق البون اي 8 انك ما عندكش وقتها تعرف تزيد شويه قدر يكون رادار وديما كاين محسوب رادار باش تعدي منا مثلا بيك تدولو طول كنت كملنا طول نخرجوا للكورة كان بالك نورمالمون الناس ما تعرفش انا فاهمه منا تدخل الرومبوا تاع جوانو جوانو هذه دخله تاع البور على لايلين طحنا الكوكي خشوا واحدة واحدة بنعديو على شون عسكر شون عسكر وصلنا يا جماعة الدورة شفتها هادشي نكملو ديريكت قبل الكفرة
نسمع في الأخبار في الدورة. هذا الكاميون ما قدرناش نهضروا. صبروا لي شويه دقيقه على الكيب بركه. كيف حنا نوم زدنا في الشون عسكر ولدي قضية من جهة سيدي عاشور الخدمة على والو جنب القضيات قلت نديرو دورة جهة عاشور العمل العربي
راجل كيف كملوا من حبسنا احنا هنا في رضية الاسلي عاشور، شنو هو الطريق الاخرى للبطيمات الداخل؟ نعديو لي ليون بروا، الطوموبيل فيها وتشي في السما امبارح. با 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 با
والله ليكيب رجعنا شنا بعد ياسر احنا هنا في ليزالمون حي الابطال. ربي يرحم اللي ماتوا في الاكسيدون على الطياره هذيك غاضوني مساك والله اني قبل كنت قاعد نصور من بعد بس سمعت بالحكايه اللي حاطين الفيديو يا اخي اللي يولهم بالرحمه والناس اللي منعوا ربي يشفيهم ان شاء الله واللي ما لقاوهم مش ربي ان شاء الله يلقاوهم. اسوري عشرة آلاف تشينا في البلاد سيدي حسن فاع بثلاثين ألف هذا 28 و شغلو رخشينا شوية بثلاثة جماعة يحسبو فاع بربعين و 38 سيجارات تعرف ساس هاي تحت في خطفة لازم تقابر يا عايشين عيش لاباش لاباش من يتنوض وانت في الهاتيش من ترقد
également j'ai été à Mission Sourire. دوكا نورمالمون كاين كاين ناس نساو عندي كواغد في الطوموبيل هوريزمون زهرها ما لقيت كاين في الكواغد هادمكا كاين سي في فيه نيمرو تاع تيليفون هوريزمون يا اخي عيطنالهم لقيناهم وين يخدمو وربي ان شاء الله نديو لهم الامانة تاعهم كواغدهم دوزان دوزان كبير في بوشات راح العبد عاد عنده بوشيت ولا حاجه يدير فيها نيمرو تاع التليفون تاعو باه اون سي جامي فهمت يعود ساهل ماشي يلقاوه الناس ما تبقاش تحط في الفيسبوك وحط في الراديو ديريكت العبد يطيح في الحاجه يهز النيمرو يعيط طول ما تخافش خويا حاجتك لكن فوق لي بحر في الليل كيما نقولوا العبد يخدم معاه في الليل يعيط له يقول له ما تخافش على حاجتك اخويا متهني غدوه بربي ان شاء الله راه يثبت عندك ولكن فقتي بها سير بلاس هاي خير وخير العبد كي تروح له حاجة ويفرح ويلقاها ويفرح فرحة كبيرة عباله شفتو حاجة مهمة تاع كواغط تاع احنا بلادنا في الكواغط يا خويا ما تعرفش تلعب راك باه تجبد ورقة لازم لك خمسة وراقي وورقة أخرى فيها خمسة وراقي أي كورتاج تاع كواغط روح كواغط تهلكتي فيها كواغط فيهم ديكلاراسيون بيرك فيها فايس تحير المهم بيروقراطية ما كنا نحكيو عليها محافظينها كلها دي اللي قلت لها مسكتو السيد هذاك اللي دوم مداولوها شهادة حياة ما عرفش راه يخرج قالوا له جيب شهادة حياة حارة على بالك سيد باك قدامه يقول له جيب لي شهادة حياة بلي راك حي سيد باك فاز لاكارت في يده لا فوتو تاعو هو يقول له جيب لي شهادة حياة تني بالضحك هذاك شفتو هناك كيما يقولوا هم يضحك وهم يبكي فرون بوا داي زالمون مع غير تاع سيركيلاسيون بدات يعيشونا في الفوسي ليكيب لهنا نفضوا الفيديو تاعنا ان شاء الله جست برا عجبتكم الجولة نقولكم تصبحوا على خير وغدوة ان شاء الله يعني خلي يمشي الفيديو حتى نحبس وحدي